أبو عبد الرحمن بكون صعب. فكوا أسره، يطلعوا لنا يا حرام. مظبوط ولا لا؟ لازم يطلعوا لنا يا سلطان. معتقل أو أسير سابق عند الاحتلال، حاليا هو موجود عند السلطان، له 30 شهر معتقل بدون محاكمة. يعني ما في قضية بتقعد 30 شهر بدون حكم. احنا اللي بنتمنى انه يكون في حل لهذا الموضوع. الشباب مضربين، هي لهم اليوم السابع عن الطعام والشراب. بتصور يعني انه حياتهم في خطر، يعني مش راح تتحمل يعني يومين ثلاثة أربعة خمسة وبعد هيك، يعني ممكن الشباب يموتوا. في النهاية هم أبناء الوطن، أولاد فتح، أولاد السلطة. وإحنا بنناشد السيد الرئيس إنه يحل هذا الموضوع، بنناشد كل الجهات الأمنية والجهات الحقوقية إنها تحل هذا الموضوع وتنهي. سبب الاحتجاج إنه إحنا عندنا أخوي مضرب عن الطعام من 6 أيام، طعام وشراب، ورافض يأخذ أي محاليل بالمستشفى. طبعا نتيجة يعني إنه القضاء هو يعني مش عادل، مش منصفهم، فهم قرروا بالإضراب. فبندعي يعني كافة المؤسسات الحقوقية الحكومية إنها، وبناشد الأخ الرئيس أبو مازن، وبناشد المحافظة، وبناشد كل ضمير حي في هالبلد يوقف مع هالشباب. طبعا وضع الصحي إحنا بطمنونا، بس يعني الوضع الصحي اللي موجود بالمستشفى فيش حدا بيعرفه، لأنه في كتام على الموضوع. من 2.5 سنين خطفوا خطف عن جسر الأردن، طبعا لحد شهر ما بنعرف ولا إشي عنه، لحتى أبوي حكى لهم إذا قتلتوه أعطونا جثته. يعني وصلت فينا لهيك، لأنه شهر كامل ما بنعرف إشي عنه نهائيا. بعدين 3.5 شهور أنا بالصدفة كل ما بسأل بحكوا لي منيح منيح، باكي يتعذب ومحطوط في الزنازين لحد 3.5 شهور. لو في تهمة أصلا كان حكموهم، هم أصلا فيش تهمة. يعني لما كل شهر في المحكمة، المحكمة عبارة عن دكيكتين بتكون تأجيل. أخوي هاد ليش حكى لهم حسبي الله ونعم الوكيل؟ ضربوه وقعوه أرض بالمحكمة، تهجموا عليه الشرطة، عناصر الشرطة تهجموا عليه وضربوه، وهو هيو شايفاه وشايفه وضعه.